مرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين، معنا في حلوة الأحباب. معكم السيدة حورية كنوش. اليوم جيناكم بحلوة اللي هي حلوة السوريس، سميناها سوريس بس فيها لي سوريس كونفي داخل. نروحوا للمقادير. نحتاج الى هنا عندنا كيلو رطل لوز ملحي متوسط، 250 غرام سكر غلاس. نحتاج الى هنا عندنا لي سوريس كونفي مقطعين رقاق، كميه من الزبده. هذه بالنسبه للعقده. العجينه كنا حضرناها من قبل في عده حلقات، اللي هي نفس عجينه القنيد للتجزيريه، ولا نفس العجينه اللي هي عباره عن كيلو فارينه، 250 غرام زبده، قرصة ملح، طميناها بالماء والماء زهر، يعني نفس العجينة السابقة. نحتاج في هذه الحلوة أيضا إلى القاطعة، هذه نقطع بها. للتزيين نحتاج هذا المول مع عجينة السكر بنية ولون الشوكولاتة مع الأحمر، وكذلك العقدة تاعنا نحتاج البيض باش نطمو بها البيض تاعنا. وهذه الحلوة تعسل، نسحقو نحتاج إلى العسيلة. نروحو لطريقة التحضير. بسم الله، نحضر هنا العقدة تاعنا. هنا قلنا رطل اللوز ملحي رقيق، نحتاج 250 غرام سكر غلاس، نخلط هذه المكونات. نضيف قطعة الزبدة نتاعي، نضيف قلنا هنايا لي سوريس كونفي مقطعين. ناخذ هنا فرشاة باش نقطع، باش نضرب هنايا البيض تاعي، نشوف على حساب الكمية. هنا راني مكسرة انا زوج حبات بيض، اذا كان خصنا اكثر نزيدو. نبداو نخلطو هذو المقادير قبل، وبعدها نبدا نضيف. البيض نتاعي ونخلط العجنه نتاعي. دوك تلاحظي الاخت بلي هنايا لي سوريس كونفي هما اللي يعطيونا اللون للعجينه نتاعنا، للعقده نتاعنا عفوا. هنا زوج حبات بيض ما ضرب، ما فرغتهمش كامل. هنا حبيت هنا وسيت اللمسه نتاعي تاع لي سوريس كونفي باش نبدلو هنايا شويه. دائما عندنا غير لو زيز دو سيترون نخدمو به. هنا نجمع حتى تجمع لي كامل العقدة نتاعي. كما شاهدة شوفي، بعد ما عجناها هنايا شوية قلت لكم اللون تاع لي سوريز هو يعطيها اللون الوردي بلا ما نديرو لها نضيفو لها ملون غذائي. نحطوها هنا على جنب. الان نروح للعجينة. ناخذ هنا كميه من العجينه اللي كنا قلنا حضرناها في حصص مقبله. اللي ما شافش طريقه تحضير العجينه نعاود هنايا نقولوا فيها كيلو فارينه مع 250 غرام زبده، قرصة ملح، ونطموها بالماء والماء زهر. نرش طاوله العمل تاعي هنا بالفارينه، نحل العجينة.
بهذه الطريقة. ناخذنا هنا السكين احسن. نزيد نحل العجينة تاعي. بهذا الشكل نجوزها في الماكينة على 3 مراحل. هذا الشكل نزيدو في المرحلة في الرقم ما قبل الآخر. العجينة تاعي راني تبغي نقطعها. ناخذ الان العقدة، كمية من العقدة نتاعي اللي شفتوه قلت لكم تحصلنا على اللون الوردي. نحلها هنا شوية. أنا بهذه الطريقة وأنا بهذا الشكل نسويها بهذا الشكل. ناخذ الآن فرشة البياض البيض، ندهننا بكمية قليلة من بياض البيض. نحط لافاخس نتاعي هكذا بهذا الشكل ونعاود ندهن هنا بكمية قليلة من بياض البيض ونعاود نقلب العجنة نتاعي فوق لافاخس بهذا الشكل. ناخذ انا هذه القطعة تاعي قالب تاعي ونبدأ نقطع. بهذا الشكل نخبط بهذا الشكل، نتحصل على هذا الشكل تاعي تاع الحلوى تاعي. نكمل أختي الكريمة نكملو هكذا. يعني الشكل تاعها راهو جميل جميل، ما من اللون تاعها نبدل ماشي اشاك فوا نديرو لو زاز دو سيترون، نبدلو في الأذواق. هكذا حتى نكملو كامل الكمية اللي عندنا. هذا الشكل اختي الكريمه اخي المشاهد، هنايا نكملوا الكميه اللي عندنا كامل تاع لافاخس تاعنا، نديروها طيب في درجه حراره قلنا دائما انا نطيبها 160 درجه مده تقريبا ربع ساعه. تبيضنا غير تبيض برك تنشف شويه ماشي حاجه، نديروها طيب غير طيبنا نخرجوها ونعسلوها. نروح الفاصل ثم نعود.
أعزائي المشاهدين، بعد ما الحلبة تاعنا طابت قلنا تنشف شوية فقط، يعني ما تاخذش اللون الذهبي، نروح تكون هي بردت لنا هنا شوية والعسيلة تكون دافية. ناخذ هنا فرشاة، نعسلها. احنا نتركها هنا في الفرن مدة، في العسيلة عفوا، مدة يعني 5 دقائق فقط. انا هنا خليها تعسل غير شوية ونحيها. لتوني خليها تشرب عسيلتها، انا نروح لطريقة التحضير تاع التزيين. ناخذ صحن، قلنا نحتاج الى هذا المول وعجينة السكر. الحمراء والبنية. هنا نضع يعني بكمية قليلة جدا في الوسط. بهذا الشكل. نديروش كمية كبيرة باش ما تخرجناش في الطرف. بهذا الشكل. الآن هنا نضع كمية من المايزينا باش ما تلصقليش وتخرج لي، كمية قليلة فقط. على البنية الآن بهذه الطريقة. حتى نكملوا كامل الحبات اللي عندنا، دايما من الأحسن نمجدوهم من قبل. معنا بهذا الشكل. أنا نبدأ عجينة السكر متاعي هذه. نحاول بسهولة بهذه الطريقة. هنا الاخت الكريمه قلت لكم هنا ما ديروش بزاف هنا في الوسط باش الاحمر، كميه قليله جدا باش الاحمر ما يخرج نافش في الاطراف على اللون تاع الشوكولاته، هذاك اللون البني. نروحوا للحلوه نتاعنا اللي تكون تعسلت، نقطروها عفوا. هذا الشكل. بعد ما نخليوها تقطر هنايا، نروحو نحطو لها التزيين تاعها في الوسط بهذا الشكل. تحصلوا على هذه الحلوة، هي حلوة اللي سميناها حلوة لي سوغيس. فوالا كيفاش كملناها اختي الكريمة، ان شاء الله تكونوا شفتوا طريقة التحضير تاعنا. نروحوا الان الفاصل ثم نعود لنشاهد الحلوة تاعنا في صحن التقديم. اختي
اختي المشاهده اخي المشاهد، الحلوى تاع لي سوريز تاعنا راهي واجده معنا اليوم. ان شاء الله تكون شفتوا تابعتونا في طريقه التحضير. كانت عباره عن درنا في لافاخس تاعنا رطل اللوز 250 غرام سكر. اليوم الطريقه تاعي اللمسه تاعي اللي هي درنا لي سوريز كونفي قطعناهم رقاق اللي عطانا اللون والذوق، بدلنا شويه على دائما نديروا مبشور الليمون. ان شاء الله تكونوا تابعتونا في طريقه التحضير. كانت معكم الأخت كنوش حورية، تلاقاو في فرصة قادمة بحول الله. سلام.